إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. الزكاة أحكام ومسائل. وقوم الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. الزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. يقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الزكاة أحكام ومسائل. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا هنا في هذا اللقاء سيكون في ثلاث مسائل: في معنى الزكاة وفي حكمها، ثم في شروط وجوبها. أما الزكاة في اللغة فهي اسم من الفعل زكى يزكو، والمصدر زكاء وزكوا، والزكاة هي الصلاح. رجل تقي يعني زكي، ومنه قوله سبحانه: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وتطلق الزكاة ويراد بها التطهير، ومنه قوله تعالى: وتزكيهم بها، أي تطهرهم. وكذا قوله